وده بسلاح مختلف انواعه لانه من صوته انا هسيلها ما مسكنا عشان نعرف وانا هنا برضه ما عرفين للسلاح لكن عرفنا من اصواته مختلفه كل واحد تسمع صوته مختلف من الثاني وإيالة نارية بتقع مع الوقعة ده بتولع نار طوال حتى لو وقعت في التراب ده ممكن تعمل نار كده وممكن لكن لو صادفت جيش أو صادفت بيت أو صادفت أي موقع معناته ممكن يعني تولي نار يعني